في هذا المكان كان ضيفي كامل العوضي، ويمكن شفت وطلال ومسي وطلال وكله وقضية نبيل العوضي، شنو حقيقة الواقعة؟ والله بطلال كشف نفسه، بس يعني المشاهد الذكي راح يصيد يعني كلامه من كلامه، يعني لما قال لك آخر شيء إن المجالس أمانات يعني مكشف أمره، يعني مسي على بطلال ونقول الله يوفقه إن شاء الله بالانتخابات الجاية. زين.